أيضا ينضم إلينا من العاصمة سوريا دمشق مراسل القاهرة الإخبارية خليل هملو. أهلا بك خليل، نسألك أولا عن تطورات ما يجري لديك في الأراضي السورية، ثانيا أيضا المشاركة السورية في القمة العربية الإسلامية اليوم. نعم محمد، بالنسبة لي تطورات ما جرى في الأراضي السورية خلال الساعات الماضية، كان هناك استهداف لقافلة مساعدات متجمعة عند مدخل مدينة حمص عند ضاحية المجد. هذا الاستهداف جرى عبر طائرات مسيرة، الأمر الذي أدى إلى انقطاع الطريق الدولي بين دمشق وحمص لعدة ساعات جراء هذا العدوان. لكن الحدث الأبرز اليوم ما جرى في مناطق شمال شرق سوريا، عندما قامت طائرات أمريكية بقصف مواقع لقوات حليفة ورديفة للقوات الحكومية السورية، وربما تكون هذه القوات هي قوات إيرانية في بادية الميادين في ريف دير الزور الشرقي. هذا القصف بحسب ما صدر من بتصريحات أو تسريبات من قوات قسد، وجاء ردا على القصف تقريبا شبه اليومي من قبل هذه القوات، إن كانت بالطرف السوري أو حتى بالطرف العراقي، على القواعد الأمريكية المتواجدة في شمال شرق سوريا. وأبرز تلك القواعد هي قاعدة حقل العمر وقاعدة غاز كونيكو، إضافة إلى قاعدة في إخراب الجير في شمال شرق سوريا. لكن خلال تقريبا منذ ساعة ونصف من الآن كان هناك استهداف سيارة في مدينة الحسكة في أحد أحياء وحي الصالحية، والذي يخضع لسيطرة قسد. تم استهداف سيارة تابعة للقسد، البعض تحدث بأن جرى استهداف هذه السيارة بطائرة مسيرة، وآخرين تحدثوا بأن السيارة تم تفجيرها بعبوة ناس، فما أدى إلى مقتل 3 أشخاص بينهم قياديين كبيرين في قوات قسد. أما بالنسبة للمشاركة السورية اليوم وكلمة الرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية الإسلامية في العاصمة السعودية الرياض، تحدث الأسد خلال هذه بكلمته عن أوجاع الفلسطينيين ومأساتهم التي تقريبا مرت ليست هي فقط عام، بل ربما تعود على عشرات السنوات. لكن قال الأسد اليوم بالحرف: نجتمع بعد عام والشهداء الفلسطينيين يتجاوزون 10,000، وايضا المهجرين من لبنانيين وفلسطينيين يتجاوزون 1,000,000 شخص. ايضا الاسد تحدث عن ان ما تقوم به الحكومات العربيه والدول الاسلاميه من نوايا طيبه لاجل كبح جماح اسرائيل وايضا الدول الداعمه لها، لكن هذا الكلام كما وصفه الاسد بانه عندما تتحدث مع لص بلغه القانون، وعندما تتحدث مع مجرم بلغة الأخلاق، وعندما تتحدث مع سفاح بلغة الإنسانية، هذا الأمر. لكن ما تم تداوله اليوم بشكل كبير على وسائل الإعلام السورية عن القمة العربية الإسلامية هو الحديث عن تحرك عربي إسلامي إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة للضغط عليهم لسحب عضوية إسرائيل من الجمعية العامة، وأيضا تحريك دولية لمحاكمة مجرمي الحرب إن كانوا سياسيين وعسكريين في إسرائيل. نعم محمد، أشكرك شكرا جزيلا خليل هملو مراسل القاهرة الإخبارية من دمشق. شكرا جزيلا.